موضوع الساعه وكل ساعه. ابدا مع استاذ رضوان، يعني مدى تاثير السوشيال ميديا بدايه على كره القدم خاصه في السنوات الاخيره؟ لا، السوشيال ميديا مش على كره القدم، ده على كل انشطه الحياه في مصر للاسف. يعني يعني السوشيال ميديا هي اللي دلوقتي بتاثر على صانع القرار، وكمان هي يمكن اللي بتصنع القرار كمان. يعني السوشيال ميديا في مصر هي اللي بتصنع القرار، وخصوصا بقى طبعا في مجال الرياضه وكره القدم. فطبعا احنا بنشوف يعني الفرق والانديه وكل ده، القرارات اللي بتطلع رد فعل للي بيحصل في السوشيال ميديا. وهل ده مناسب؟ لا طبعا، ده كلام يعني كلام المفروض هو طبعا في ظل طبعا عدم وجود الجماهير في المدرجات، او الوجود المحتشم للجماهير في المدرجات، طبعا بيبقى تأثير السوشيال ميديا بيبقى أكبر وقوي. لأن هي طبعا الكل طبعا تليفون. يعني مش مثلا أنت مستني إن أنت تفتح جهاز كمبيوتر أو لابتوب أو لا، ده بالتليفون الموبايل بتاعك. فإذا أنت في ساعتها، يعني الحدث في ساعتها في لحظتها، حتى ما بيستناش برنامج ولا بيستناش جورنال ولا اي حاجه. بالظبط، كله الخبر في ساعه في لحظته. فطبعا رد الفعل في لحظته، الـ 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 الراي في لحظته. فطبعا ده كله بيتاثر بيه، سواء بقى كل المنظومه كلها بتتاثر بيه، سواء من اول رئيس النادي او رئيس الاتحاد لحد وهل يمكن لرئيس النادي او الاداره بشكل عام تتخذ قراراتها بناء على توجه ما كن يعني انا مع احترامي طبعا لكل المنظومه الرياضيه او المنظومه الكرويه في مصر، كلهم بيتاثروا بلا استثناء فعلا، يعني الا من رحم ربي، يعني اللي هو اللي بيقدر يمسك نفسه شويه وعنده قوه او عنده صلابه وقوه تحمل، لان دي برضو دي شخصيه. يعني في واحد اول ما بيشوف طب ما يشوفش، لا مش هيقدر، مش هيقدر. لو ما شافش يقول له ده الدنيا مش عارف ايه، ده الدنيا بايظه في على السوشيال ميديا والمواقع والمش عارف، والدنيا بايظه وبتاع. فكله بيتاثر يعني. ما عشان ما نقولش بقى ايه ان في، لا يعني الا زي ما قلت، الا من رحم ربي. فطبعا طيب. ده حاجه خطيره جدا. طيب.